أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف نتحدث عن منظمة رايتس رادار التي تحدثت وقالت بأن حصار ميليشيا الحوثي الانقلابية لتعز عبارة عن عقاب جماعي وكذلك تعتبر جريمة حرب. وبهذا طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان برفع الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على سكان مدينة تعز منذ 5 سنوات. وقالت المنظمة إن مدينة تعز تعيش في معاناة مستمرة جراء الحصار الخانق وإغلاق المنافذ الرئيسية من قبل الحوثيين، حيث يضطر سكان مدينة تعز إلى أن يسلكوا طرقا فرعية ووعرة وضيقة تعرض حياتهم للخطر وللحوادث والتفتيش والابتزاز والمضايقات وأحيانا للاختطاف والاعتقال في نقاط التفتيش الحوثية. وحثت منظمة رايتس رادار جماعة الحوثي المسلحة على الوفاء بوعودها والتزامها اتجاه المدنيين، وطالبتها برفع الحصار عن مدينة تعز، موضحة بأنه يمثل عقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسان وجريمة حرب. ودعت رايتس رادار ممثل الأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث للممارسة دوره في الضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة برفع الحصار عن مدينة تعز. وطالبت أيضا مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين في محافظة تعز بفتح المنافذ والطرق المؤدية إلى داخل المدينة من الجهة الشمالية وكذلك الغربية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم منظمة رايتس رادار الأستاذ وديع عطا. مرحبا بك سيد وديع. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام، مرحبا بك. أهلا ومرحبا بك وديع. حدثنا بداية عن تلك المطالب من قبل هذه المنظمة، ما الجديد الذي حملته هذه المنظمة في تلك المطالب عن حصار محافظة تعز؟ نعم، الحقيقة لوحظ مؤخرا بأن المعاناة ازدادت، وأن الطرق التي كانت تعتبر طرق بديلة بالنسبة لوسائل النقل يعني ازدادت سوءا، خصوصا مع موسم الأمطار ومع وعورة الطريق التي تزداد الطريق يعني سوءا يوما بعد يوم بسبب يعني كثرة المرور من خلالها، خصوصا للناقلات يعني كبيرة الحجم التي قد تؤثر أيضا على مستوى التربة وحتى على مستوى يعني استواء الطريق نفسها، التي لم تعد صالحة يعني أو ماهدة أو سالكة لهذه يعني لعبور الناقلات والمسافرين عبر هذه الطرق. لكن من الحق الطبيعي لأبناء تعز ومن حق كل إنسان يسكن في هذه المدينة وفي هذه المحافظة أيضا أن يتمتع بحق الطريق الذي هو حق عام وحق إنساني، يفترض أن تؤيده كل المنظمات الإنسانية وكذلك يشرعه القانون الإنساني الدولي وتشرعه الفطرة الإنسانية كذلك. الناس شركاء في مثل هذه الأمور الطبيعية العادية، لكن في الأمور الإنسانية التي تستخدم حق الحياة يعني كنوع من الضغط العسكري، فإن ذلك يتناقض أخلاقيا مع كل الأخوة الإنسانية التي يعني هي أكبر من كل الانتماءات السياسية والحزبية حتى الدينية كذلك، لأن الناس في الأخير هم شركاء في هذه يعني في هذه الحياة. الحقيقة بأن هناك أيضا المعاناة زادت على مستوى يعني سكان مدينة تعز الذين بينهم آلاف المرضى وآلاف يعني المتضررين من هذه الطريق، التي يعني كانت تستغرق منهم فقط مثلا الرحلة كانت تستغرق منهم ساعة، اليوم تستغرق منهم 7 ساعات، والمشوار الذي كان يأخذ منهم 100 ريال اليوم يأخذ منهم 3000 ربما 7000 ريال. الناس في وضعهم المادي والمعيشي أصبحوا عاجزين تماما عن مواجهة هذه الأعباء المادية والأعباء يعني الصحية التي قد تترتب على مثل هذه المشاوير. لنتخيل مثلا أن هناك عشرات الأمهات يعني اللواتي مثلا في حالة وضع أو حالة الإسعاف التي يمكن أو يتطلب أن تسعف إلى مكان معين، أصبح من المستحيل أن تنقل يعني لإنقاذ حياتها. بعضهم من يقضي نحبه في الطريق وبعضهم من يصل وحالته أصبحت مضاعفة أكثر مما كان يستدعي الحالة من أجلها أسعف. لذلك أحببنا أن نلفت نظر المجتمع الدولي ونلفت يعني المهتمين والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى ضرورة أهمية
يعني فتح هذا الحصار وإنهائه، خصوصا وأن هذا العام هو الخامس تقريبا على التوالي، ويعني وسائل تختلف والمجتمع الدولي يناور بالملف الإنساني في اليمن ويتخذ فقط الاستاذ السياسي، بينما الإنسان في اليمن يعاني، وفي وعنوان المعاناة في اليمن تقريبا هي تعز من خلال يعني تحت عنوان الحصار. نعم، بالتالي وديع هي ليست بعيدة عن هذا المشهد من معاناة المدنيين، لماذا إذن تغفل الجانب الإنساني ومعاناة المدنيين وتعلم كل العلم المتسبب أو من وراء تلك المعاناة هي ميليشيا الحوثي الإنقلابية؟ ما التناغم لتغاضي عن تلك الجرائم الإنسانية بحق المدنيين بتعز بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي؟ نعم، أستطيع أن أقول أيضا بأن الحكومة اليمنية تتحمل أيضا مسؤولية إلى حد ما، لأنها لم تضغط بما يكفي ولم تستخدم كل الوسائل الفاعلة والمؤثرة لكي تلفت نظر يعني الإنسانية ونظر المجتمع الدولي ونظر مجلس الأمن والمنظمات الأممية إلى هذه يعني إلى هذه المشكلة الإنسانية التي اليوم يدفع ثمنها العشرات من أبناء محافظة تعز من مرضى وعاجزين وعابرين، يعني أصبحوا يسلكون يعني طرقا أكثر خطورة وقد دفعنا حياتهم ثمنا يعني لهذه البدائل يعني المؤسفة. اليوم يعني من المؤسف ايضا ان نرى ايضا بان مواطنين اصبحوا هم من يعبدون الطريق وهم من يبتكرون طرقا جديده ويستخدمون في ذلك كل الوسائل الممكنه التي قد يعني تستهلك منهم الوقت والمال والجهد، بينما هذا من واجب الدوله اصلا، الدوله ممثله بالشرعيه والتي يعني تعز كانت عنوانا لهذا الصمود وعنوانا لهذه المقاومه، عليها بان يعني تطلع بمسؤوليه اخلاقيه على الاقل والقانونية والدستورية تجاه هذه المدينة التي يسكنها ما لا يقل يعني عن 800 ألف نسمة تقريبا من بقي في مدينة تعز بعد أن هجر يعني مئات الآلاف من أريافها ومن عمق المدينة كذلك بسبب الحرب وبسبب الصراع. اليوم لابد أن تقوم الحكومة وتكرس جهودها كذلك عبر كل الوسائل الممكنة، خصوصا عبر يعني رئاسة الوزراء وعبر وزارة حقوق الإنسان والمنصات التي تستخدم كل المنصات الدولية لتلفت النظر إلى هذه المسألة. يعني من غير المعقول أيضا ألا تضغط الحكومة على مارتن جريفيث على أن يقوم شخصيا بزيارة هذه المعابر مثلا ليطلع عن كثب وعن قرب يعني على طبيعة المعاناة التي يعانيها أبناء هذه المنطقة وهذه المحافظة المهمة التي تعتبر يعني أول يعني أكبر المحافظات سكانا. نعم، طيب وديع، ميليشيا الحوثي الانقلابية بطبيعة الحال لا تقدم سوى الدمار والخراب للمدنيين، هل سوف تقدم لمدينة تعز دون أي مقابل تلك المطالبات بالفتح المعابر وإنهاء هذه المعاناة؟ نعم، الحقيقة بأن فاقد الشيء لن يعطيه، ويعني وجماعة الحوثي الانقلابية فاقدة للسلام، لذلك كان من الصعب أن تعطيه. يعني لذلك نقول انه لابد بان نلفت يعني المجتمع الدولي الذي على الاقل عبر المنظمات الدوليه ومنها على سبيل المثال الصليب الاحمر على ان يستخدموا مثلا كل الوسائل الممكنه. اذا لم يقدموا شيء لخمس سنوات فهل سوف يقدمون الان؟ وما الذي بامكانهم ان يقدموه وديع؟ نعم، الحقيقه بان طوال خمس سنوات كما قلت يعني واؤكد ايضا بانه الحكومه الشرعيه وابناء تعز لم يفعلوا كل الوسائل الحقيقية للضغط يعني، ولذلك أنا أيضا لا أريد أن أحمل أبناء تعز أكثر مما أحمل الحكومة التي هي المسؤولة عنهم كذلك أن تفعل كل الأدوات للضغط. أنا أقول بأن الحكومة لم تستخدم كل الوسائل يعني الفاعلة فعلا يعني والمؤثرة لفت نظر يعني الإنسانية والمجتمع الدولي إلى هذه المعاناة. يعني فكان يعني للأسف هم يركنون بأن عامل الوقت قد يجعل اليمنيين يتعودوا أن عامل الوقت قد يجعل اليمنيين يبحثون عن بدائل ويبتكرونها، لكن المعاناة الإنسانية تتفاقم وأن الآلام تتجدد وأن الخسائر البشرية تتزايد أرقامها. لذلك لابد أيضا على أول المجتمع تعز يضغط على الحكومة، وبالتالي الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها، لأن الحكومة يعني وكذلك الحوثيين عليهم أيضا أن يستشعروا المسؤولية الإنسانية التي يعني لابد أن يدركوا بأنهم بيوم ما قد يكون في مثل هذه يعني المواقف والتي قد تحصل ويجدوا ويكونوا بحاجه الى 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 تفاعل المنظمات الدوليه، ويعني كما تفاعلت معهم المنظمات الدوليه المحليه والدوليه كذلك
يعني حينما كانوا في موقع ما يقال بأنه مظلمة في أيام الحروب الست. نعم، إذا ما تحدثنا بالمثل العام يقول ضربني وبكى سبقني واشتكى، ميليشيا الحوثي الانقلابية أيضا لها ربما خطوط في المحافل الدولية وتعمل على أنها هي مظلومة، هذه الخطوط على ماذا تراهن ميليشيا الحوثي الانقلابية بالورقة للمحافل الدولية لحصارها لمحافظة تعز؟ نعم، الحقيقة بأن ميليشيا الحوثي هي أكثر ذكاء من الشرعية في مسألة استخدام الورقة الدولية من خلال بعض يعني من خلال استخدام لوبي دولي، يعني بتنسيق مع لوبي داخلي أيضا. لديها بعض الأذرع ولديها بعض الأدوات المتواجدة في المنظمات الدولية وعلى مستوى حتى العمل الدبلوماسي في بعض السفارات أيضا، من يدفع في يعني الأمور لمصلحة الميليشيا الحوثية، وهذا للأسف ما يقوي من يعني من شوكتهم يعني في مسألة الحضور الدولي ويجعلهم كما لو كانوا هم فعلا المظلومين، بينما الحكومة الشرعية حتى الآن لم تفعل عملها الدبلوماسي ولا عملها الحقوقي بشكل يليق. هم فقط يذهبون إلى مجلس حقوق الإنسان ويذهبون إلى المحافل الدولية ليستعرضوا بعض الفلاشات وبعض الأمور، لكنهم لا يتابعون مثلا لأن تأتي مثل هذه الأعمال أو هذه الأعمال يعني الإعلامية كلها مثلا، أو حتى مثلا يعني يستخدمون علاقاتهم الدبلوماسية مع الدول الأكثر تأثيرا مثلا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو حتى الدول الثمان المشرفة على السلام في اليمن، على أن يستخدموا نفوذهم وعلاقاتهم يعني الدولية والدبلوماسية للضغط على الحوثيين وهم عصابة انقلابية. الاعتراف الدولي على مستوى الأممي هو للشرعية اليمنية، لذلك الشرعية حتى اليوم نرى بأنها لم تقم بدورها الحقيقي للفت النظر إلى هذه المأساة الإنسانية. الحوثي لا يرجى منه السلام ولا يرجى منه التنازل، لذلك لا بد من إرغامه على ذلك، وأن يرغم إلا بأحد الطريقين، إما استخدام القوة وهذا ما لا نرجوه كيمنيين مع يمنيين، أو الطريقة الثانية وهو طريقة الضغوط الدولية التي افترض بأن تضغط على يعني الحوثيين، وخصوصا وأن اليمن اليمنية نعم. تحت البند السابع التي يفترض بأن تستخدم أدواته أو يعني الضاغطة على هذه الميليشيا لحلحلة هذا الملف الإنساني. نعم، تتحدث عن ضغوط دولية ربما تخفف من معاناة المدنيين وتضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، مفارقة للأمم المتحدة وتعاملها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وربما الكثير يتحدث بأن هناك مصالح مرتبطة، وما نرى في محافظة الحديدة وكذلك محافظة تعز تبرم الاتفاقات وتحضر قوات أو لجان مراقبة إلى آخره، تحرك من قبل الأمم المتحدة في الموانئ والمصالح، لكن في محافظة تعز مغيب الدور بشكل كلي. هل هناك أي مراعاة لمصالح والمواطنين بشكل عام من قبل الأمم المتحدة حتى تكون هناك مناشدات دون أيضا هي الأخرى تعمل على مصالحها؟ لا شك بأن المصالح المتقاطعة للدول التي دخلت لتلعب عسكريا وسياسيا في اليمن هي التي جعلت من الحديدة العنوان الأبرز مثلا للقضية أو المشكلة اليمنية، خصوصا وأن الإمارات معروفة يعني أهدافها بأن هناك يعني بأنها مركزة على حديدة الميناء حتى، وليس حتى الحديدة كمشكلة إنسانية ومعاناة، لأن الحديدة يعني سكانها ما لا يقل عن 3,500,000 نسمة. اليوم الإمارات المجتمع الدولي مركزين والتحالف بشكل عام مركزين اهتمامهم على الحديدة بفعل الضغوط الدولية التي أصلا يعني انحرفت يعني بمسألة الاهتمام الأممي إلى 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 اتفاق استوكهولم وما نص عليه فيما يتعلق بملف الحديدة، حتى أن ملف تعز يعني تأثر. لكن إذا ما إذا 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 ما أخذنا الموضوع أيضا للمقارنة الإنسانية، فإن الحديدة أصلا كميناء يعني وكميناء مهم، فإنه يستقبل 70% تقريبا من يعني من مواد الإغاثة الإنسانية، ويمثل كذلك 70% يعني ما لا يعني من حركة التجارة التي تغذي أو ترتبط بأكثر من 12 محافظة يمنية، لذلك لا أعتقد أن المقارنة يعني يعني منطقية في هذا الموضوع، لكن يمكننا أن نحطها يعني أو نضعها مثلا في خانة الاهتمام الدولي الأممي. أنا أتحدث الاهتمام الإنساني سيد، عندما يتباكى المجتمع الدولي على الموضوع الإنساني في الحديدة أو غيرها من المناطق ربما تقاطع مصالح، بينما لا يعطي أي اهتمام لمحافظة تعز. دعني أقول لك بأننا في أكثر من تغريدة على موقع يعني المنظمة
لفتنا النظر بأن هناك معاناة إنسانية بسبب القصف الدموي اليومي الذي يحدث لمناطق جنوب الحديدة. حتى على مستوى الحديدة نفسها هناك أيضا جانب مختل أيضا، يعني كما كلمتك هناك اهتمام على مدينة الحديدة الميناء، بينما هناك إغفال للقضية الإنسانية والمعاناة يعني المتجددة يوميا في في يعني في مناطق الأطراف الجنوبية من محافظة الحديدة. القصف الحوثي يتجدد يوميا على منطقة على مناطق التحيطة مثلا وحيث، بينما يتم تركيز مراقبة يعني إعادة الانتشار فقط في المناطق الجنوبية من مدينة الحديدة. وبالتالي فإننا أمام أصلا اختلال في النظرة الإنسانية الخلاقة والأخلاقية من قبل الأمم المتحدة ومكتب والمكتب الأممي لمارتن جريفيث حول القضية الإنسانية بشكل عام. يعني وللأسف الأمم المتحدة كذلك تنساق هذا يعني الاختلال، وهو العنوان الرئيسي يعني لها بأنها لا تهتم فعلا إلا بما يرتبط بمصالح الدول المتدخلة في الشأن اليمني. وبالتالي يقودنا الحديث عن ميليشيا الحوثي الانقلابية، رغم كل هذه الضغوطات في الحديدة أيضا لا تلتزم وتقوم بخروقات مستمرة من على مستوى الانتهاكات بحق المدنيين، فما الذي سوف تقدمه دون أي اتفاقيات أو ضغط دولي لمحافظة تعز وفقا لما تمت المطالبة به من منظمة رايتس رادار؟ نعم، منظمة رايتس رادار هي واحدة من المنظمات يعني الإنسانية التي من واجبها فقط أن تلفت النظر وأن تحث الأطراف، لأنها ليست جهة تنفيذية أصلا لتفرض يعني خيارا ما. لذلك واجبنا كناشطين يعني في المجال الإنساني أن نلفت النظر إلى هذه المأساة الإنسانية التي يوما بعد يوم تزداد فاتورتها ويدفع ثمنها الإنسان بشكل يعني بشكل رئيسي، خصوصا المدنيين العاجزين. لذلك كذلك نؤكد بأن الأمم المتحدة معنية بأن تتدخل إنسانيا، وأن مارتن يعني المندوب الأممي عليه أن يقوم بما يجب عليه تجاه الإنسان في تعز والإنسان في الحديدة والإنسان في الميضة والإنسان في كل مكان، دون ما تمييز ودون ما تقديم ملف على ملف آخر، لأن المعاناة الإنسانية يعني هي عنوان لكل اليمنيين بشكل عام. اليوم اليمن أصبحت يعني أكبر يعني أكبر مأساة إنسانية تقريبا على مستوى العالم، من حيث سوء التغذية ومن حيث الأوبئة ومن حيث النكبات التي تتوالى على هذا الشعب المطحون، بينما الأمم المتحدة فقط تستخدم هذا الملف للمناورة والابتزاز السياسي من أطراف التحالف. أيضا التحالف يتحمل مسؤولية أيضا يعني كطرف رئيسي في هذه الحرب، كونه أيضا يعرف أيضا تواجد الحوثيين ونقاطهم ونقاط حصارهم لهذه المدن، ويفترض أن يتخذ خطواته التي يمكن يعني على المستوى العسكري على المستوى السياسي على المستوى الإنساني الأمر، أو حتى يتخذ يعني أو يستخدم ثقله الدبلوماسي للضغط على الحوثيين. نعم. ولو من باب يعني ولو من باب استخدام الإمارات وعلاقاتها الجديدة مع إيران لتحريك هذا الملف الإنساني لأبعاد أخلاقية فقط. أشكرك جزيل الشكر السيد وديع عطاء الناطق الرسمي باسم منظمة رايتس رادار، حدثنا عبر الهاتف.